تم تداول خبر تجارة القمل أو علاقة القمل بكثافة الشعر في الأيام السابقة، سواء في الصحافة أو وسائل التواصل الاجتماعي، وأكيد ما في شك وسائل كثيرة تحب هذه الأخبار الغريبة. وأنا كطبيب جلدية حابب أوضح هذه المعلومة، لا علاقة بين القمل وكثافة الشعر، بل العكس صحيح تماما. القمل له آثار جانبية كثيرة، أكيد هذه حالة معدية وتؤدي إلى حكة وحساسية، لذلك لا يعني أعتقد أن أي عاقل يريد أن يضر جسمه، بحكم أن هناك ممكن يكون في سرعة سريان الدم مع وجود هذا القمل. إذا كنا إحنا نتكلم عن سرعة سريان الدم في الرأس من هذا القمل، ممكن أكيد إحنا نصل لهذا الغرض بطرق مختلفة، طرق صحية لا تؤذي حياة الشخص. لذلك أتمنى من جميع الناس عدم تداول مثل هذه الأخبار الشاذة، وكذلك حتى أتمنى من وسائل التواصل الاجتماعي أو الوسائل الإعلامية عدم تمرير مثل هذه الأخبار اللي للأسف ربما الجاهل يصدقها ويروح يطبقها على نفسه ويضر نفسه.